السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا شباب، اليوم إن شاء الله سنقدم لكم فيديو تحفيزي للربح من الانترنت آلاف الدولارات. نعم أخي الكريم، آلاف الدولارات. نشر شاب مغربي أرباحه من أديسنس على قناته باليوتيوب، والتي وصلت إلى أكثر من 20 ألف دولار في اليوم، يعني تقريبا 200 ألف درهم مغربي، وأرباح شهرية بقيمة 200 ألف دولار أمريكي. إذن مبروك لك أخي الكريم على هذه الأرباح الجيدة، ونتمنى للعديد من الأشخاص الذين يتطلعون للعمل على الأنترنت والربح منه الوصول إلى مبتغاهم. فهذا الشاب نموذج يقتدى به للعديد من الشباب العربي الذين تمكنوا من النجاح في مشاريعهم بشكل مبهر. إذن أخي الكريم، إذا كنت ترغب الربح من الأنترنت، حاول ألا تيأس في منتصف الطريق ولا تعتمد على مجال واحد، خاصة اليوتيوب، فهو مجال صغير للربح مقارنة مع العديد من المجالات المربحة، كما أن قنوات اليوتيوب دائما مهددة بالإغلاق بسبب العديد من القوانين. ولهذا حاول التنويع من مصادر أرباحك، سواء على اليوتيوب أو العمل على مواقع الفريلانس والتسويق الإلكتروني وغيرها من المجالات المهمة. بالنسبة لهذا الشاب، كان في البداية يعتمد على اليوتيوب ويقدم محتوى تقني احترافي، خاصة مجال إنشاء التطبيقات، لكنه غاب عن اليوتيوب لمدة سنة وانقطعت أخباره، لكن بعد هذه المدة عاد من جديد لنشر مقطع فيديو محفز على قناته، وفاجأ الجميع من أرباحه على أدسنس. إذن كما تشاهد أخي الكريم، هذا الشخص صاحب قناة أرباحك المعروف لدى العديد من المتابعين، تمكن في شهر دجنبر الماضي من ربح آلاف الدولارات. فمثلا في هذا اليوم وصلت أرباحه إلى أكثر من 4000 أورو، تقريبا 4000 دولار، وبخطة متزايدة وصلت إلى 8000 أورو، ثم 12000، 20، وفي اليوم الأخير من السنة الماضية وصلت أرباحه إلى أكثر من 37000 أورو في يوم واحد فقط، وهذا مبلغ جد رائع سيغنيك عن عملك العادي ويغير حياتك إلى الأفضل. هنا كما تلاحظ 20000 أورو في يوم واحد، وأكثر من 69000 أورو في أسبوع واحد، وهنا الربح الإجمالي في ظرف شهر فقط أكثر من 200 ألف أورو. إذن كما لاحظتم، هذه هي الأرباح التي تحصل عليها صديقنا من أدسنس. وقد سأله العديد من الأشخاص في التعليقات إمكانية تقديم شروحات حول هذه الدورة لاستفادة من الطرق التي اعتمد عليها للربح من أدسنس. فرغم غيابه من اليوتيوب، إلا أنه تمكن من الاعتماد على طرق أخرى للربح من الأنترنت، أهمها الربح من أدسنس أربيتراج. فكما يعلم الجميع، فمجال الفيرال وأدسنس أربيتراج هما من أفضل المجالات من أجل تحقيق أرباح جيدة على الأنترنت سنة 2018. فأدسنس أربيتراج يعتمد على شراء الترافيك، أي الزوار، عن طريق القيام بإعلانات من منصة معينة مثل الفيسبوك أدس، وبيع نفس الترافيك لمعلنين آخرين بثمن أعلى. أما الفيرال أو ما يسمى بالتسويق الفيروسي، فهو علم يتم تدريسه في كبريات الشركات، والغاية منه إنشاء إعلان أو موضوع ينتشر بشكل فيروسي بين الناس، وذلك عن طريق مواضيع ذات طابع يجعل الزائر يريد مشاركته مع من يعرف. وتختلف هذه المجالات حسب الاهتمام، مثل نيتش التجميل، الأزياء، الحيوانات أيضا، خاصة الاهتمام بنيتش القطط أو الكلاب. وهناك العديد من المجالات التي يمكنك البدء بها، فإذا كنت لا تعلم عن هذه المجالات، فهذه هي فرصتك للبحث والاستفادة من العديد من الدورات الخاصة بذلك، والتي ستجدها على اليوتيوب، أو يمكنك الاستفادة من دورات مدفوعة على يوديماي. فمجال الأربيتراج والفيرال ليس بالصعب، لكنك ستحتاج فيه إلى الصبر والتجريب وشخص يرشدك خطوة خطوة حتى لا تقع في خسائر، بحيث سيوفر لك مقدم الدورة جميع الخطوات التي ستحتاجها للبدء من الربح في هذا المجال. إذن ركز على دورات مدفوعة حتى تبدأ في هذا المجال، طبعا إذا كنت مهتما بالأمر. فمجال الأدسنس أربيتراج يحتاج إلى مبالغ جيدة قد تصل إلى أكثر من 500 دولار أمريكي، ولهذا إذا كنت مبتدئ في مجال الربح من الأنترنت ولا تمتلك موقع أو قناة أو أرباحك ضعيفة، فحاول أخي تنويع مصادر أرباحك، سواء من رفع الملفات، اختصار الروابط، مع اتباع استراتيجيات مربحة واستهداف الأجانب، لأن الزيارات من الدول الأجنبية جد مربحة. وأيضا حاول الاهتمام بتقديم خدمات على مواقع الفريلانسر مثل موقع خمسات، أو من الأفضل استخدام موقع فايفر أو أبورك إذا كانت لغتك الإنجليزية جيدة وتقدم خدمة جد متميزة، لأن الأرباح من هذه المواقع جد مهمة وستساعدك كثيرا في البدء في إحدى المشاريع الاحترافية على الأنترنت مثل المجالات السابقة التي ذكرناها. إذن كما لاحظتم معنا، حاولنا أن نقدم لكم في هذه الحلقة فيديو محفز للربح من الأنترنت، فمن اليوم لم يعد لديك أي عذر لتقول أن الأرباح من الأنترنت ضعيفة،
فطريقة عملك هي التي ستحدد مقدار نجاحك والوصول إلى أرباح جد مرتفعة. في الأخير نود أن نشكر صاحب الفيديو الذي حفز العديد من الأشخاص للبدء من الربح من الأنترنت، سواء من خلال مجال الأربيتراج أو الفيرال أو حتى الربح من التطبيقات، وهو المجال الذي كان يعتمد عليه في البداية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال ولو معلومة بسيطة في مجال الربح من الأنترنت. وكالعادة لا تنسوا دعمنا من خلال الإعجاب بالفيديو، مشاركته مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، وأيضا الاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.